بسم الله الرحمن الرحيم. في مؤتمر أبل الأخير أعلنت أبل رسميا أنها راح تتحول من معالجات إنتل اللي موجودة في أجهزة الماك إلى معالجاتها الخاصة اللي سمتها أبل سيليكون، واللي مبنية على معمارية ARM. سبق أني تكلمت عن الفروقات بين معالجات إنتل ومعالجات ARM في فيديو سابق، أنصحكم أنكم تشوفونه قبل تكملون هذا الفيديو، ويا ليت على طريقكم أنكم تعملون لايك للفيديو لأن هذا يدعمني بشكل كبير. في البداية، في المؤتمر أبل عرضت هذه الصورة واللي شرحت فيها تقول أنه أجهزة الديسكتوب أداءها قوي واستهلاكها للطاقة عالي، في المقابل أجهزة اللابتوب أو النوتبوك أداءها منخفض لكن استهلاكها للطاقة قليل. فأبل ليش حولت إلى معالجاتها؟ عشان تروح للمنطقة اللي باللون الأزرق أنها يكون أداء قوي واستهلاك للطاقة قليل، وهذا متوفر في أجهزة الآيباد الحالية. فأجهزة الآيباد نحيفة، أداءها قوي وأفضل من أداء معالجات إنتل، بالإضافة إلى أنها بدون مراوح ما راح تشتكي من الإزعاج تبع المراوح. فهذا السبب الأساسي أنه أبل حولت من معالجات إنتل إلى معالجاتها الخاصة المبنية على معمارية ARM. ومعالجات ARM أيضا الآن موجودة في الكمبيوترات الخارقة اللي موجودة في اليابان، فالآن تستخدم معالجات ARM ولا تستخدم معالجات إنتل. حتى الآن يعني لو جينا عملنا مقارنة بين أداء معالج أبل الخاص اللي موجود في الآيباد وقارناه مع معالجات إنتل اللي موجودة في أجهزة الماك بوك برو 13 إنش، بنلاحظ أنه أداء معالج أبل مقارب وبعض الأحيان يتفوق على معالجات إنتل اللي موجودة في أجهزة الماك. حتى في الفيديوهات، فعلى سبيل المثال لو كان عندك فيديو مدته 5 دقائق مصور بجودة 4K وعملت له ريندرينج أو إكسبورت عن طريق الآيباد راح تعمل له ريندرينج في 3 دقائق، لكن لو عملته عن طريق الماك فراح تستغرق وقت تقريبا 7 دقائق. وهذا اللي وضحته أبل في مؤتمرها. فأبل عرضت تطبيق الفاينل كت برو اللي حتى الآن هو حصريا على أجهزة الماك، واستخدمت جهاز الماك ميني اللي موجود عليه معالج الآيباد اللي هو A12Z. صحيح أنه الرامات 16 جيجا كانت في الماك ميني في المقابل الآيباد في 6 جيجا رام، لكن أبل عرضت معالجة لثلاث فيديوهات مصورة بجودة 4K وتم عرضها عن طريق الفاينل كت برو بدون أي تقطيع وبدون أي دروب في الفريمز اللي نشتكي منه الآن للناس اللي يعملوا معالجة للفيديو. فهذا دليل أن معالجة أبل الآن أفضل من معالجات إنتل. بالإضافة إلى هذا، فإنه حتى في النظام الماك الجديد البيكسل غيرت أبل أشكال الأيقونات، فأول كانت الأيقونات دائرية الآن مربعة مثل اللي موجودة في الآيباد، وبالتالي مع معالجات أبل الجديدة أي تطبيق يشتغل على الآيفون والآيباد راح يشتغل بدون أي مشاكل على الماك، مثل واتساب، سناب شات، وحتى الألعاب مثل ببجي وغيرها راح تشتغل على الماك. فأي تطبيق يشتغل على الآيفون راح يشتغل على الماك بدون أي مشاكل. حاجة أخيرة، لو اشتريت ماك حاليا ففي عندك معالج الرئيسي اللي هو من شركة إنتل، وفي عندك اللي هو T2 تشيب اللي هي معالج مخصص من أبل مسؤول عن الحماية، حماية الميكروفون وحماية المايك وحماية أو تشفير المعلومات على الهارد ديسك. ولو كان جهازك فيه كرت شاشة خارجي فراح يكون كرت الشاشة من شركة AMD، لكن مع معالجات أبل كل هذه الثلاثة معالجات راح تكون في معالج واحد اللي مصنع من أجهزة أبل. طبعا المعالجات اللي راح تنزل مع الماك راح تكون أفضل من المعالجات الموجودة حاليا على الآيباد، بمعنى أنه راح يكون في معالج الآيفون أفضل منه راح يكون معالج الآيباد، والأفضل راح يكون مخصص لأجهزة الماك. فطبعا هذا هي كل الميزات اللي خلت أبل تأخذ هذا القرار، لكن هذا هو الجانب الوردي من القصة. في أشياء راح تعيق هذا الشيء وراح تضايقنا خلال السنوات القادمة، فهذه اللي راح إن شاء الله نعرفها في الفيديو القادم. فياليت أنكم تشتركون بالقناة وياليت تعطون لايك للفيديو، وبإذن الله نشوفكم مع فيديو قادم.